السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة المستر. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، وعشان نقدر نكمل معاكم إن شاء الله. النهاردة هنقدم لكم إيه بقى؟ حل كتاب جيم أولى ثانوي الوحدة يونت 5 اللي اسمها كوميونيكيشن، هنحل فيها الدرس الثالث والرابع. انتظرونا مع السلام عليكم. نبدأ بقى مع بعض يونت 5 صفحة 254 كتاب جيم. أول سؤال هنا بيقول لي ايه؟ يو نيد، أنت محتاج تو أبديت، تحدث يور سوفت وير ريجولارلي بانتظام، تو لوك فور أند ريموف فيروسز، وتزيل الفيروس طبعا مع الكمبيوتر. يبقى أنهولي يجيل، يبقى الأنت فيروس. خلاص. نمبر 2، بايرز يعني الناس اللي بيشتروا، يعني كان نقط ذا اوثر، اوثر يعني ايه؟ المؤلف. ليتست نوفل، احدث قصه ايه بالنسبه له، بالنسبه لل تريد عشان يقراه على الكمبيوتر. يبقى محتاجين يعملوا ايه بقى؟ يبقى الاجابه ايه بقى هنا؟ ايه؟ يحملها يعني داونلود كمبيوتر. وبعدين فراغ، هاز بيكام ا جلوبال ثريت، يعني تهديد ايه؟ تهديد عالمي. ثريت يعني تهديد. over the last decade، decade يعني 10 سنوات، اخر 10 سنوات. it leads، تؤدي الى to a lot of problems، طبعا اللي هو ايه؟ يبقى اختراق الكمبيوتر، يبقى hacking. خلاص. the offer of a free vacation، العرض اللي كان اجازه مجانيه to باريس، sounds يبدو انه ايه بقى؟ يبدو انه عمليه احتيال، يعني احتيال، يبقى ايه؟ scam. نمبر 5، is an attempt، هي محاولة to trick someone، ماشي، لخداع شخص ما. هو has an internet bank account، عنده bank account على ايه؟ تبع الانترنت. to take money out of their account، يبقى تبقى عند ايه؟ يبقى الإجابة هتبقى عندنا ايه؟ phishing، يعني تصيد. نكمل مع بعض، يعني نرفع الأسئلة كده. عندنا هنا ايه؟ نمبر 6 بقى، هي وبعدين فراغ، سيف يعني الخزنة، اند بوت، وضع ذا كي ان هيز بوكيت، يبقى عمل ايه في الخزنة؟ وحط المفتاح في جيبه، قفلها، لوجد. نمبر 7، يو كانت يوز ذا كمبيوتر سيستم وذاوت انترنج، ما تقدرش تستخدم نظام الكمبيوتر ده بدون تدخل ايه بقى؟ بتدخل الباسورد طبعا، كلمة السر. choose the image، نمبر 8، اختار الصورة you want اللي انت تريدها، by not twice on it، ها بانك ايه؟ مرتين عليها، يبقى كليك، كليكنج، الضغط عليها مرتين، كليك. نمبر 9، كليك اون ذيس، اضغط على هذا، to visit our online book store، لزيارة ايه بقى؟ اونلاين بوك ستور، اللي هو ايه؟ المعرض الكتاب يعني، اللي ايه؟ اللي على النت. يبقى هنختاره هنا ايه بقى؟ لينك، الرابط، اضغط على الرابط ده. نمبر 10، استندنج، ارسال رسائل اونلاين تو فرايتن، عشان تخوف اور وري سام وان، انك تقلق شخص ما، يبقى اللي ايه بقى؟ التنمر الالكتروني، سايبر بالينج. نمبر 11، بليز write your name، اكتب اسمك وايه على الكارت البريد البوست كارد، اكتب اسمك وايه، يبقى عنوانك، بوست address. 12، 12، at this time of year، في هذا الوقت من السنة، the papers are full of، الجرايد بتكون مليانة بايه؟ skiing holidays، اجازات تزحلق، يبقى اعلانات، advertisements. منى، I am sorry I did not، اسفة يا منى، ده انا ايه؟ انت you have had your hair cut، يعني انت قصيت شعرك، يبقى انا ايه؟ ما عرفتكيش. يتعرف مرة أخرى على شخص ما، recognize. هنكمل مع بعض برضك. آخر جملة عندنا هنا، it was so، إنه شيء كان ايه؟ لأن أنا as I couldn't remember his name، ده شيء كان ايه بقى؟ كان شيء ايه؟ محرج قوي، embarrassing. خلاص. هنكمل بقى مع بعض بردك. الصفحة اللي بعدها 258 يونت 5، وين
القواعد هنا when he arrives، وعندما هو يصل ايه اللي هيحصل؟ اهو في هنا ايه بقى؟ مضارع بسيط بعد when، فهيجي الناحية التانية مستقبل بسيط. مستقبل بسيط يبقى will have، لان when من الروابط اللي هي الزمنية. the employee promised، ماشي، الموظف وعد انه ايه؟ promise تاخد to do. number 3 he will introduce us، هيقدمنا as soon as، بمجرد ان احنا we، as soon as هنا ايه؟ مضارع ايه؟ جاي قبلها مستقبل، يبقى هنا هيجي وراها مضارع. انهي المضارع في الاربعه دول؟ هي دي have arrived. تمام. اللي بعدها number 4 my friend is very intelligent. intelligent دي صفه، تمام، فالصفه دي تعبر عن ايه؟ يبقى هيحصل تنبؤ بدون دليل، يبقى نختاره هنا ايه بقى؟ will pass، طالما في صفه عندك intelligent دي. number 5 I hope، انا اتمنى all my dreams in life. ها I hope يبقى تاخد ايه؟ to المصدر، to achieve، عشان هو بتاخد to المصدر. tomorrow number 6 tomorrow ايه اللي هيحصل بكره؟ I my friends اصحابي على العشاء we have reserved، حاجاتنا اتطلبت، شيء تم الترتيب ليه. اذا شيء تم الترتيب ليه يبقى ايه؟ I am meeting. نمبر 7 عندنا بقى ايه؟ نعلي الاسئله فوق شويه. هي نقط تو امريكا تومورو، هيز جوت ذا تيكتس، معاه التذاكر. يبقى اذا شيء برضك ايه؟ مرتب له خالص، تبقى مضارع، مضارع مستمر يعبر عن المستقبل، تم الترتيب ليه، معاه التذاكر ومجهز نفسه كل حاجه. ماي سيستر نقط ماريد نيكست فرايداي، اي هاف انفايتد، عزمت ايه؟ اصحابي كلهم، برضك مستقبل تم الترتيب له، تبقى مضارع ايه؟ مستمر. مضارع مستمر ده يعبر عن مستقبل تم الترتيب لانه عزم اصحابه كده. نمبر 9 according to the timetable، وفقا للجدول our exams، الامتحانات، طالما في حاجه اذا ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان احنا هنجيب مضارع بسيط. واكزامز ديت ايه؟ جامعه اهيت، هتاخد ستارتس ولا ستارت؟ طبعا كلكم قلتوا ستارت، يبقى ايه؟ طالما في جدول مواعيد يبقى مضارع بسيط يعبر عن اللي يستخدم فيه جدول مواعيد، يبقى مضارع بسيط. نمبر 10 10 هنا ايه اللي بيحصل؟ اي نقط ماي نيكست سمر هوليداي ان استراليا، خلاص، فايه اللي هيحصل؟ اي هاف ارينجد، عندك كلمه ايه؟ ارينجد ده رتبت له برضه، هتبقى ايه؟ قلتها بقى، قلناها كتير في الجمل اللي فاتت، I am spending، مضارع مستمر يعبر عن ايه؟ مستقبل تم الترتيب له. 11 Are you leaving this evening؟ Yes my train، وادي مواعيد قطاراتها. لسه قايلين اللي تعبر عن مواعيد القطارات، يبقى المضارع البسيط اهو leaves. دينا في رقم 12 دينا can't see her friends this afternoon، هذا الايه؟ المساء، مش هتقدر تشوف اصحابها بعد الظهر يعني. تمام، يبقى ايه بقى اللي هيحصل؟ ايه ده؟ ايه مستقبل قريب برضك اهوت، يعني هي تبع المستقبل القريب اللي هي هتساعد مامتها، يبقى ايه؟ مضارع مستمر يعبر عن المستقبل القريب. نمبر 13 I not my uncle at the airport at 6 everything is arranged، كل شيء مترتب له، برضك يبقى ايه؟ مضارع مستمر يعبر عن المستقبل تم الترتيب ليه. the company number 14 14 the company is making losses، الشركه دي بتعمل ايه؟ خسائر كتير قوي. يبقى in march في مارس، هي خلاص هي على وشك، على وشك تقفل، صح؟ يبقى ايه بقى؟ اهو تنبؤ، تنبؤ في دليل اهو، بتخسر، تنبؤ بدليل، يبقى ايه؟ going to والايه والمصدر، am is are that going to المصدر. in the future رقم 15 we think، عندي think اهو، طالما في think يبقى هنستخدمه will، ماشي، ده ايه ده؟ الاربعه كلهم فيهم will، يبقى نشوفه ايه؟ that
all shopping كل التسوق on the internet يبقى ايه؟ حاجات المشتريات، يبقى مبني المجهول هنا صح، يبقى ايه؟ will be done، سوف يتم ايه عبر الانترنت. هنكمل مع بعض برضك هنا ايه بقى بقية الاسئلة. دي صفحة 262. the email looked like it came from my bank but it was an example of، ولكنه كمثال على الايه بقى؟ فيشنج اللي هو التسيل او الاحتيال، يعني في نصب هنا. The emails says I have won a prize، كسبت جايزة، but I don't believe it. I think it's اعتقد ان الايميل ده ايه بقى؟ برضك ايه؟ سكام، نصب، احتيال. Is not allowed this school at this school، مش مسموح بيه في المدرسة دي. If we find anyone sending unkind information، لقينا حد يبعت معلومات غير كويس، مش كويسة يعني، غير عطوفة about students online على النت، they will be in trouble، يبقى اذا اللي هو ايه؟ التنمر الالكتروني، cyber bullying. upload your، حمل your ايه؟ details، التفاصيل. التفاصيل ايه؟ يبقى الشخصية، personal. they found out he was onto the office، كمبيوتر، كما وجدوا ان هو ايه بقى؟ بيحمل على الكمبيوتر بتاع، عشان اوفيس كمبيوتر، تو ستوب ات ورك، عشان يخليه يقف خالص. ايه اللي يوقف الكمبيوتر هنا؟ اللي هو ايه؟ تحميل برامج خبيثه، داونلودنج مالوير. نكمل مع بعض. عندنا نمبر 6. I have a really dream last night. It was horrible. لو كان عندي حلم ايه الليله الماضيه ده كان مرعب، يبقى سكيري، مخيف. I not her name، اسمها and found out that she is the manager، المدير of her brothers، يعني بحثت عن اسمها ودورت عليه وجدت ان هي ايه؟ المديرة بتاعت ايه؟ شركة اخويا. يبحث هنا، يبقى جوجل. خلاص. My friend سالم has a new، he is now working in the hospital، بيشتغل في مستشفى، يبقى عنده مدير جديد، صاحب عمل جديد، employer. تمام. lots of lightning، كثير من البرق، and the thunder، والرعد، don't necessarily ليس بالضرورة، mean it، لو برعد وكتير وبرق وكده ليس بالضرورة معناه ان ايه؟ ان هي هتشتي في المستقبل القريب، اذا هتبقى ايه؟ is going to rain، يعني في دليل اهوت بس ليس بالضروره ان هي هتيجي. خلاص. اي نقط باسم وود كام. تمام. يبقى انا ايه؟ ان باسم هيجي الحفله، يبقى توقعت. توقعت. تمام. 11. there is no doubt، ليس هناك ادنى شك. خلاص. طالما في نو داوت هنا هتستخدم على طول، وايه؟ على طول ويل ران، اللي احنا ايه؟ البنزين هيخلص يوما ما. اي ثينك، في عندي ثينك، من غير اي تفكير هنختاروا ايه؟ ويل. طب الاربعه ويل صح كده. نشوف بقى ايه. وان داي، اي ثينك وان داي، هاوسز مفعوله اهو، اذا هتبقى مبني للايه؟ للمجهول، هتبقى ايه؟ مبني مجهول للمستقبل، ويل بي بيلت. تمام. 13. this year we، السنة دي احنا، يبقى مضارع مستمر يعبر عن المستقبل. مضارع مستمر، فين المضارع المستمر؟ are going. واحد هيقول لي ده في شور ونستخدمه، يقول لا تبقى غلط، لان ديت ايه؟ دي مضارع مستمر مش are going to. لا، we are going on holiday، احنا هنكون بأجازة. وكده بنتهي الفيديو بتاعنا، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.